أطلق ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي مبادرة لإنهاء الانقسام، وخلال عرضه لها انتقد القدوة تكرار زيارات الفصائل إلى القاهرة بالصيغ القديمة ذاتها، كما انتقد أيضا مشاركة من وصفهم بغير الفاعلين في اجتماعات القاهرة، بالإضافة إلى تسجيل رفضه شروط الرباعية الدولية التي يراها لن تنتج دولة فلسطينية مستقلة، وتساءل عما إذا كان هناك بالفعل برنامج لمنظمة التحرير الفلسطينية. مش مقبول شروط الرباعية، مش مقبولة شروط الرباعية، وهي مهينة للشعب الفلسطيني إعادة طرحها في الوقت اللي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل وزرائها ناهيك عن رئيس وزراء ترفض كل ما جاء في هذه الشروط. تستضيف القاهرة اجتماعا للفصائل الفلسطينية التي ستناقش إنهاء الانقسام، اجتماع يراه القدوة غير مجد، على عكس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه الذي يعلق آمالا كبيرة على هذا الاجتماع. تستضيف القاهرة اجتماعات تضم فصائل العمل الوطني الفلسطيني للبحث في سبل طي صفحة الانقسام، كلنا أمل أن تتوج هذه اللقاءات في القاهرة بالنجاح. يقول سياسيون آخرون إنه لا اجتماعات الفصائل ولا المبادرات السياسية مجدية في إنهاء الانقسام إلا إذا أيقنت الفصائل أن الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة هو الانضواء تحت سقف منظمة التحرير بعد إعادة تفعيلها. لا أعتقد أننا بحاجة لمبادرات جديدة، الطريق واضح تماما، الحل الوحيد هو تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. مبادرة القدوة ليست الأولى وليست كذلك جولة لقاءات القاهرة، يقول مراقبون إن الانقسام الفلسطيني الذي ظهر بعد انتخابات سابقة لن يزول بغير انتخابات جديدة. هذا المجلس الفارغ لو امتلأ كان يمكن أن يشكل بداية نهاية الانقسام، لكن الانتخابات تأجلت وظل الانقسام حاكما للحاكمين بالأمر الواقع. عميد شحادة العربي، رام الله.